الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، الموت صفة كتبها الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، فلا ينجو منه إنس ولا جن ولا طير ولا حيوان ولا حشرات ولا جماد ولا نبات، فكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الموت كأس ذاقه الأنبياء والمرسلون، وذاقه الأولياء والصالحون، وذاقه المؤمنون والكافرون، وذاقه الفقراء والأغنياء، الأمراء والشعراء، كل تجرع كأس الموت. الموت لم يترك أحدا، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سيدنا نوح عاش في الدنيا ما عاش، وعمر فيها ما عمر، قبل النبوة 40 سنة، وقبل الطوفان 950 سنة، وبعد الطوفان عاش ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يعيش. لكن في النهاية جاءه ملك الموت وقال له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وسيدنا يوسف تقلب في الحياة بين منح ومحن، بين أفراح وأتراح، وفي النهاية قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما أجمل أن يسأل العبد ربه أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين، وهذا دعاء الصالحين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خاتم الأنبياء وسيد المرسلين قال له ربه: أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. لما جاءه ملك الموت قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. الموت حقيقة لا بد منها، وفقيدنا عليه رحمة الله كان من الصالحين، كان من الذاكرين لربهم، كان من المحبين لأداء الواجبات، كان من المواظبين على صلوات الجماعات، كان من المنفقين الباذلين ما لهم في سبيل الله من غير أن يتبع صدقته رياء ولا أذى. فنجعل الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ذلك شفيعا له. نسأل الله تبارك وتعالى
أن يجعل حسن خلق الحاج مجد السنطاوي في ميزان حسناته، أن يجعل صدقاته في ميزان حسناته، أن يجعل أداءه للواجبات في ميزان حسناته، أن يجعل صلته للأرحام في ميزان حسناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم لقيه برحمتك رضاك وقيه فتنة القبر وعذابه. وعزاؤنا للأسرة فردا فردا. وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.